التطور سمة من سمات الحضارة العمانية على مر العصور، فالإنسان العماني تفاعل مع بيئته وكون معها أسلوب حياة أصبح ينمو يوماً بعد يوم. ومع بزوغ فجر النهضة المباركة، أعطت الحكومة الرشيدة تقنية المعلومات أهمية بالغة لمواكبة التحول العصري المضطرد الذي يشهده العالم المحيط بعمان، وذلك من خلال ربطها بالجوانب المهمة التي تؤثر بشكل ملموس في حياة الفرد. لقد أولت السلطنة اهتماماً كبيراً لإيجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين وتدريبهم وصقل مهاراتهم في التعامل مع مجال تقنية المعلومات، وأكد ذلك النطق السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث قال: لقد أكدنا دوما على أهمية العلم والمعرفة، وكان نهجنا المتواصل هو الانفتاح على مستجداتهما. ولقد أصبحت تقنية المعلومات والاتصالات هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في هذه الألفية الثالثة. بهذا أولينا اهتمامنا لإيجاد استراتيجية وطنية لتنمية قدرات المواطنين ومهاراتهم في التعامل مع هذا المجال وتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية. وترجمة للنطق السامي، سرعت الدوائر الحكومية إلى توظيف هذه التقنية، وذلك من خلال برامج وخطط طموحة نحو عمان الرقمية. ولأن تقنية المعلومات أصبحت مادة دراسية، فإن ذلك سيخلق جيلاً واعياً وملماً بالمهارات الحاسوبية. بادرت وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات إلى طرح مشروع لتدريب وتأهيل موظفي الحكومة للحصول على دبلوم تقنية المعلومات من جامعة كامبريدج العريقة. وستقوم المؤسسة العربية الرائدة في الخدمات المهنية الدولية مجموعة طلال أبو غزالة بتنفيذ هذا المشروع. الحكومة الإلكترونية تعريفاً هي استعمال تقنيات المعلومات والاتصالات لتسهيل معاملات والخدمات للمواطن. الحكومة الإلكترونية لا تزيد ولا تنقص عن كونها مشروع يمكن من خلاله أن يستطيع المواطن أن يؤدي كافة معاملاته الحكومية من أي نوع كانت ولأي غرض كانت من خلال الاتصال الإلكتروني. ومن ثم جاءت رغبة سيدي جلالة السلطان بأن يصبح كل مواطن عماني مواطن إلكتروني في الوقت الذي تعمل فيه الدولة على أن تجعل من الحكومة حكومة إلكترونية، ليصبح المجتمع كله مجتمع معرفي وينقل السلطنة امتداداً لتاريخها وحضارتها. لذلك يجب أن تكون في هذه المرحلة أيضاً في مقدمة دول العالم تقنياً. تستلهم هيئة تقنية المعلومات الرؤية المستقبلية لعاهل البلاد المفدى الحاضة على الاهتمام بالعلم والتقنية، وتعمل الهيئة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي التي تتضمن مجموعة من المشاريع والآليات المصممة لرفع كفاءة الخدمات الحكومية وفاعليتها. مشروع تدريب موظفي الخدمة المدنية في مجال تقنية المعلومات يعتبر من أكبر مشاريع التدريب الحكومية على مستوى المنطقة. هيئة تقنية المعلومات تنفذ هذا المشروع على أكثر من مرحلة، ونستهدف من خلاله أكثر من 100,000 موظف ندربهم ويأخذوا أيضا شهادات في مجال تقنية المعلومات. المؤمل من هؤلاء الموظفون الحكوميون أنهم يقدموا الخدمات الحكومية الإلكترونية بسهولة وبيسر وبأمان كبير جدا، وأيضا بسرعة فائقة لكل المواطنين والمقيمين على أرض هذه السلطنة. خطوات ثابتة وبرامج مدروسة ستصل بالسلطنة إلى عالم أرحب في مجال التقنية المنشودة، وستسهل من الوصول إلى حكومة إلكترونية متكاملة بحلول العام 2020 للميلاد.